خاطبه خطاب المحب، وإن شاء الله يفهمني إن شاء الله. أيا من تدعي الفهم، إلى كم يا أخ الوهم تعبي الذنب والذم وتخطي الخطأ الجم؟ أما بان لك العيب، أما أنذرك الشيب، وما في نصحه ريب ولا سمعك قد صم؟ أما بان لك الموت، أما أسمعك الصوت، أما تخشى من الفوت فتحتاط وتهتم؟ تعاصي الناصح البر، وتعتاص وتزور، وتنقاد لمن غر ومن مال ومن نم، وتسعى في هوى النفس، وتحتال على الفلس، وتنسى ظلمة الرمس، ولا تذكر ما ثم. هناك الجسم ممدود ليستأكله الدود، إلى أن ينخر العود ويمسي العظم قد رم. فبادر أيها الغمر بمن يحلو به العمر، فقد كاد يهي العمر وما أقلعت عن ذنب.